سيتم توزيعها على العديد من بلديات الولاية بمراعاة العديد من المعايير مع السلطات المحلية، وكذلك بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي. هذه القافلة سوف تجوب بعض بلديات الولاية وخاصة المناطق المعزولة والنائية. بدأت وساهمت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري ولاية سكيكدة بعملية توسيع حقل مدرسية ذات نوعية على تلاميذ مستحقيها من مختلف بلديات الولاية. الدخول المدرسي يحتاج تكاتف جميع الهيئات، ونحن كهلال الأحمر الجزائري على غرار باقي الولايات ساهمنا في ولاية سكيكدة. مبادرات مفتوحة، كنت تكون هناك إمكانية لتجميع حقائب أخرى، ستكون عملية أخرى إن شاء الله.